استاذ عمرو منورنا في مصر اليوم، الف مبروك على مسلسل ايجار قديم. كلمني بقى عن التجربه والفكره بتاعته. الله يبارك فيك. اولا مفيش هي مسلسل، انا فكرت ان انا يعني بنسبه كبيره كنت عايز اعمل مسلسل اجتماعي بسيط، مش عايز بزعق او بقول اي حاجه صوتها عالي، عشان حاسس انه ان النوع ده من المسلسلات بقى لنا شويه ما عملناهوش يعني، بس هو ده الموضوع يعني. الفكرة بقى فكرة البيوت والشقق كتير وكل واحد ليه قصة وحكاية وكده، يعني برضو كلمني عن ده على أرض الواقع. مثلا هل في أي حد من أبطال المسلسل كان عندك تجربة حقيقية مثلا مع قصة زيه؟ بصي، يعني في الآخر هو المسلسل بيتكلم عن قصص إنسانية بسيطة جدا بتحصل يعني في معظم البيوت اللي موجودة في مصر يعني. فإحنا ككتاب دايما بندور على الأفكار الأكيد يا مرينا عليها كتجربة شخصية أو على الأقل شفناها حوالينا في حياتنا يعني. فبنسبة كبيرة القصص اللي معروضة في المسلسل عدت عليا وشفتها بعيني يعني. أبطال بقى المسلسل، مين أكتر حد فيهم حب السيناريو ومين أكتر حد كان متحمس وكده؟ بصي، هو يعني أنا طبعا لازم أقول إن كلهم حبوا المسلسل، بس لا بنسبة كبيرة الناس كلها كانت مبسوطة من المسلسل، وإلا هم يعني بيمثلوا ليه لو هم مش مبسوطين يعني. فأنا شخصيا سعيد جدا إن شغال مع الأستاذ شريف منير والأستاذ صلاح عبد الله بشكل شخصي، لأنه دول اتنين ممثلين أنا من معجبينهم من زمان، ودي حاجة كويسة وحاجة شرف ليا يعني في مشواري ان شاء الله يعني. انه انا اشتغلت مع اتنين فنانين بحجم الاستاذ شريف منير والاستاذ صلاح عبد الله يعني، وبقيه الكاست كله يعني تربطني بيهم علاقات انسانيه ظريفه جدا جدا الحمد لله. فاهم بقى بميت وش اتنين يعني ايه؟ هل احنا ممكن نشوفه؟ مش ممكن، ايه اللي حصل؟ بصي دايما الجزء الثاني بيبقى فيه شويه تقل كده من الصناع، عشان مش عايزين نعمل حاجه تخلينا نخسر النجاح اللي حصل في الجزء الاولاني ده بشكل عام، فما بالك بقى لو بميت وش اللي هو نجح جدا مع كل الناس في سنه عرضه يعني. فان شاء الله ربنا يسهل لما يبقى في حاجه واضحه وصريحه للمشروع، اكيد مش هنتاخر عليه يعني. مسلسل نجح وعملنا كلنا في حياتنا العمليه يعني حاجه كويسه جدا، فاكيد لو في حاجه قريب ان شاء الله هتتعمل يعني، بس حاليا ما فيش حاجه واضحه لسه ان امتى فين قام بشكل كبير، بس يعني في حاجه هتحصل ولا لا مش عارف بصراحه يعني. لسه حاليا لسه احنا مش مستقرين قوي هنعمل ايه بالظبط. انا واحمد وائل اللي بيكتب والاستاذه جمله ابو ذكري والاستاذ جمال عدل متكلمين مع بعض ان احنا بنفكر نعمل حاجه، بس ربنا يسهل ان شاء الله ونلاقي حاجه كويسه يعني ان شاء الله. قولي بقى ايه الشغل الجديد؟ في حاجه في رمضان اللي جاي ولا لا؟ لا بصي، انا رمضان اللي جاي ده لحد اللحظه اللي احنا فيها بنصور مع بعض فيها دي ما عنديش حاجه. ربنا يوفق كل اللي عندهم مسلسلات. انا عندي مسلسل بحضره دلوقتي، بس هو احنا لسه في مرحله عرض الفكره يعني، ربنا يسهل ان شاء الله ويتعمل ايه، وهيبقى بره رمضان اكيد. اتعرض برضو في الفتره اللي احنا فيها دي حاجه تخص المنتج وال يعني جهه الانتاج والقنوات اللي هتعرض او البلاتفورم اللي لسه في الاول خالص يعني، لسه في مرحله التحضير الاولانيه خالص يعني. ممكن تقولي حتى فكرته مثلا بشكل عام او كده؟ ما يعني فكرته لا، انا ممكن اقول لك نوعه هو سسبنس اجتماعي. طيب السينما يا عمرو، ما فيش حاجه في السينما قريب؟ والله نفسي يعني، ابعتي لي سينما وانا اعمل لك سينما. حاضر. لا ان شاء الله يبقى في حاجات قريب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليكي. ميرسي.